أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم الثالثة.
ولا يستنكف، بمعنى ولا يستكبر، أن يتعلم ما ليس عنده. الإنسان يجب عليه أن يتعلم، والعلم ليس له حدود وليس له سدود وليس له قيود. أن يتعلم العلم لله تبارك وتعالى، لا لمنصب ولا لمكانة ولا من أجل المال أو الرفعة أو من أجل أن يكون من علية القوم. إنما العلم لله تبارك وتعالى، والإنسان يتعلم من المهد إلى اللحد. أن يرحل الإنسان في طلب العلم، وأن يسهر في طلب العلم، وأن يغدو في طلب العلم. ربنا تبارك وتعالى قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. وأما الرابعة: وإذا سئل عما لا يعلم فليقل لا أعلم. هذه الرابعة، إذا سئل الإنسان عما لا يعلم ماذا يقول؟ لا أعلم. ولذلك قال أهل العلم: العلم قسمان، أعلم ولا أعلم. إذا قلت لا أعلم فأنت وصلت إلى نصف العلم. استمعوا أيها الأحباب، أرسل جماعة من المغرب العربي رجلاً وسائلاً إلى المدينة المنورة مسيرة شهر، وحملوه 48 مسألة كما قال الإمام ابن عبد البر في كتابه التمهيد في شرح ما في الموطأ من الأسانيد. قال: حملوه 48 مسألة. قالوا له: اذهب إلى إمام المدينة، إلى إمام دار الهجرة، إلى الإمام مالك الذي قيل عنه لا يفتى هو بالغ في المدينة. وقد أشار إليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجد عالما إلا عالم المدينة. شراع الحديث قالوا: هذا فيه إشارة واضحة إلى الإمام مالك. ولما امتثل الرجل بين يديه قال: يا إمام، أرسلني قومي إلي بهذه المسائل، فأجاب في 6 مسائل فقط، وقال في 42 مسألة لا أدري. فبهت الرجل، قال: يا إمام، جئتك مسيرة شهر، ماذا أقول لقومي؟ قال: ارجع إليهم وقل: قال الإمام مالك لا أحسن. قال الإمام مالك لا أحسن. الإمام مالك الذي كتب الموطأ، والذي كان يدرس جانب قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي كان يرحل إليه من مشارق الأرض ومغاربها، كان لا يستحي أن يقول: لا أدري. واليوم وللأسف يذهب الناس إلى الجهال فيسألونه.
حتى أنهم لا يذهبون إلى أهل العلم. أيها الأحباب، يقول الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ قالوا: لا علم لنا. هذا جواب الأنبياء: لا علم لنا في حضرة الله تعالى. قمة الأدب، قمة الأخلاق. ولذلك قالوا: إذا كنت في حضرة العلماء فتظاهر بالجهل أمامهم، وكن بالجهل مستترا. إذا حضرت في مجلس العلماء اعمل من نفسك إنك ما بتعرف شيء ولا حاجة، مش كل حد تنط زي القط، ما هو يقول بالمثل، كل حتة في بعض الناس ايه بنط. وكن بالجهل مستترا، أظهر علمك في الوقت الذي تظهر فيه البدع وتظهر فيه الفتن وتظهر فيه المشاكل بين الناس. بين علمك، وقف وقل قولك الحق ولو فيها ضرب العنق. نصر الله تعالى الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبابن حنبل يوم المحنة. العلماء يقفون موقف الرجال، قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأنتم تقرؤون في سورة البقرة، الله تعالى أسجد الملائكة لأبينا آدم تكريما وتشريفا له، وفي نهاية الأمر عندما سألهم قالوا: لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. الملائكة قالت: لا علم لنا. واليوم بعض الناس بيصحوا يقولوا: لا علم لا. إذن الرابعة ما هي؟ إذا سئلت عن شيء عما لا تعلم فقل: لا أعلم. ما الخامسة؟ قال: ومنزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الصبر، منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس. ولذلك في قوله تعالى: الصابرين والصادقين، قدم كلمة الصابرين. في صفات المؤمنين: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. في سورة هود: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. قدم الصبر. ولذلك أيها الأحباب، إذا جاءت الفتن والمحن بماذا نستعين عليها؟ بقوله تبارك وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. قدم الصبر على الصلاة. وإن قال بعض المفسرين: الصبر هنا بمعنى الصبر، وبعضهم قال: الصوم من الصبر. واصبر نفسك، أي احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولذلك أيها الأحباب، الحق تبارك وتعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك أوحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: أن هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينيك
ادعني فإني قريب. القلب الخاشع والبدن الخاضع والعين التي تدمع، هذا في كلام الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم. طب والناس اللي لاين؟ والناس اللي فاتحين بلفناتهم وتتلى عليهم آيات الرحمن، هل يخرون سجدا؟ هل يخرون بكيا؟ لا، هم مع الشيطان، مع الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يخرون سجدا يبكون من خشية الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها الأحباب، الله تعالى مدح قوما في سورة المائدة، صلى الله عليه وسلم، قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، قولوا الحمد لله على نعمة السماء، قولوا الحمد لله الذي أنتم في نعمة عظيمة وإليكم في العراء، أنتم في نعمة الدفء رغم هذا الغيث، إلا أن غيركم في خيام وعلى الطين مشردين في العراء. قال الله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. طيب لا يدري أكثر، اسمع كويس، اسمع: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ما تدمع، ما تدمع، أن تفيض من الدمع. متى يقال فاض النهر؟ إذا امتلا وسال عن جانبيه. تفيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق، أي من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. رفعهم إلى أعلى مقام، وهو مقام إيه؟ وهو مقام الإحسان، أعلى مقام. صليت على الحبيب. انتبهوا أيها الأحباب في هذه الآيات إلى لطيفة جميلة في قوله: فأثابهم الله بما قالوا، ما قالش بما عملوا. هذول الناس ما عملوش عمل، مجرد كلمة قالوها. قال لك الكلمة الطيبة تنفع صاحبها ما دام في نية صادقة وفي كلمة طيبة تصل إلى مرتبة الإحسان. فأثابهم الله بما قال. ولذلك هذول الناس الله تعالى أشار إليهم في الآية رقم 199 من سورة آل عمران، قبل نهاية السورة بآية واحدة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، بالقرآن وما أنزل إليكم. بعدين شوف، أعطاهم صفة الخشوع، أعطاهم صفة عالية راقية، وكرمهم بصيغة اسم الفاعل الدالة على الكثرة: خاشعين. وبين قوسين لله، يعني خشوعهم خاص
ليس لأحد، وإنما لله. وزيادة في هذا الباب، لاحظ، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. واليوم في عصر المسيح الناس بيشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يتكلمون بكلام ويقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. هذول الناس وصلوا إلى مرحلة الخشوع التام، ولذلك لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. صليت على الحبيب. الله تعالى ذكر أيضا في باب آخر في سورة التوبة عن الجماعة والقوم الذين جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام ليحملهم في أرض المعركة، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هذول الصحابة، هذولك أصحاب عيسى، وهذول أصحاب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذول أصحاب عيسى، أصحاب النبي، حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. جاءوا قالوا احنا مستعدين، جاءوا بقلوبهم وبأبدانهم وبأرواحهم، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. حزنا يعني حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولذلك أيها الأحباب، يا أيها المسلم، عظ نفسك، فإن اتعظت فعظ الناس، وإلا فاستحي من الله. اطلب العلم واعمل به، حرف في قلبك خير من ألف في كتابك. أيها الأحباب، استكثروا من الحسنات فإن ذنوبنا كثيرة، أقلوا من الذنوب فإن حسناتنا قليلة. الإنسان المؤمن الذي عنده صفة البر، في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، البر، البر هو الله، إن الله هو البر الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وعد 18 صفة في آية سورة البقرة. قال أهل العلم البر ثلاثة: المنطق والنظر والصمت، كلها ملخصة في ثلاث أشياء. أولا في المنطق، فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لقى، زي ما تفضل الأستاذ خالد قبلي، من كان منطقه في غير ذكر فقد إيه؟ لقى. ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سهى. قال في القرآن: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ومن كان صمته في غير فكر فقد لها. ثلاث أشياء. ولذلك أيها الأحباب، اعمل، فالعمر قصير والحياة فانية وزائلة، لا تصفو لشارب ولا تفي لصاحب هذه الدنيا، ولا تخلو من فتنة ولا تخلي من محنة. فيا أيها المسلم، أعرض عنها قبل أن تعرض عنك، لأنك إذا أنت ما عرضتش عن الدنيا هي راح تعرض عنك. واستبدل بها قبل أن تستبدل بك.
فإن نعيمها يتنقل، وأحوالها تتبدل، ولذاتها تفنى، وتبعاتها تبقى. كل عمل بتعمله مسجل يوم القيامة، ينشر ويخرج له كتاب يلقاه منشورا، ثم يقال له ايه؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسنا. وفي سورة الكهف عندما ينظر الإنسان ما لهذا الكتاب، سورة آل عمران، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولذلك اعتبر أيها الإنسان المسلم، الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت مختار. الحياة كلها زائلة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صليتوا على الحبيب اليوم أيها الأحباب. كثير من الناس بيشكونا، يا شيخ تكلم عن المواريث والناس ناكلين بعضهم في المواريث، والأخوات بيشكوا ما حد يسمع لهم، النساء مش عارفين ياخذوا حقوقهم، والناس بيسمعونا وبغمضوا عيونهم ما حد بيستجيب، والأبناء الذين يعصون آباءهم ويأتون في بعض الأحيان إلى الصلوات، يعني زي ما قال الشاعر: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان، أعلمه الرماية كل يوم، فلما استبدى ساعده رمان، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني، أعلمه الفتوة كل يوم، فلما طال شاربه جفاني. اليوم لما تكبر الإنسان وعضله يكبر معه، أول ما ترفع إيده إلا على أقربائه. ولذلك أيها الأحباب، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحباب، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا التحم. العلم يهتف بطالب صاحب العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ثمرة العلوم العمل بالمعلوم كما قال أهل العلم، وخير العلم ما نفع، وخير القول ما ردع. يا صاحب العلم، تعلم من العلم ما جهلت، وعلم الجهال ما علمت. تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة، وتعلموا للعلم السكينة والوقار والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليكم وعلينا وعلى أمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالفتح والنصر المبين العاجل القريب بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.